مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة من برنامج حوار مع الكبار هيكون منورنا ميك اب ارتست آية حسان. بنرحب أهلا بيكي، أهلا طبعا انتي بحضرتك منورانا النهاردة، حبيبتي. وبنرحب بالموديل القمر بسنت منورانا. الأول يا آية، كده كلميني عن بدايتك في مجال الميك اب. هو البداية أنا حابة موضوع مهنة الميك اب وإحساس إن أنا كده أطلع عروسة أنا اللي عاملة لها حاجة أنا حباها، يعني بتبسطني أكتر ما بتبقى العروسة طالعة مبسوطة من عندي. دورت على حد بروفيشنال طبعا في الميك اب، خدت كورس في الميك اب مع أستاذة سارة سالم، تمام، اعتمدت منها الحمد لله يعني كل الحاجات. برافو. انا طبعا بشكرك اللوك بتاعي النهارده، انت اللي عامله لي، بشكرك جدا انت قمر من غير حاجة. يسيبك. هي بقى اللي علمتني وكده، وابتديت الحمد لله، نزلت جبت الماتريال بتاعتي وبدأت الحمد لله، واهو ما انا شاء بقاليش الله، كتير يعني، انا لسه برضو مبتدئة بقالي شهرين. بس برافو عليكي. طبعا عرفيني بقى مين اللي دعمك ومين اللي شجعك على ده، بصي، هو وخصوصا اكتر انت قلتي حد لي ان انت عندك اطفال صغيرين. اكتر حد بصراحة دعمني هو جوزي، يعني عايزة اقول لك اي حاجة ببقى حابة ان انا اعملها بصراحة في ظهري. مامتي، اخواتي، عندي ان شاء خالي، الله حماتي طبعا، رغم ان ده بيبقى في بنات كتير بتقولك مثلا الحما ما بتساعدش مرات ابنها او ان هي شديدة، لا بالعكس، ده هي بتساعدني كتير جدا وبتدعمني دايما. كده مش بنتكلمين عن الميك اب النهارده. طيب ايه، طبعا بنشكرهم طبعا جدا ان هم طبعا. بيدعموكي. طبعا في البدايه حابه ان انت تكلمينا النهارده عن البشره الدهنيه. السؤال ده بيتردد علينا كتير، هل البشره الدهنيه بتحتاج لترطيب او لا؟ لا طبعا، اي بشره بتحتاج لترطيب، بس بيبقى ليها ماتيريال او حاجات مخصصه ليها، لان بيبقى في بشره مختلطه، في بشره دهنيه، هي المختلطه هي الدهنيه يعني تمام بنستخدم لها نفس الترطيب، تمام بس الجافه بتبقى حاجه تانية يعني. تمام قولي لي بقى، بنقشر الوش كام مرة في الأسبوع؟ بنعمل تقشير للإسكراب للوش؟ يعني ممكن مرتين، مره في الاسبوع، مش على حسب البشره برضو، لان بيبقى في بشره حساسه طيب مستحملتش. ايه، طبعا انا عارفة ان انت النهاردة هتعملي، يعني انت يعتبر عاملة اللوك العيون، كلمينا بقى انت عن اللي انت عاملاه وجاية تعمليه النهاردة وهتقدميه للبنات. انا عملت لها اللوك بتاع العين طبعا عشان الفقره تمام مفيش وقت، قلت هنتكلم على الكونتور لان في بنات كتير بتواجه مشكله الكونتور في فعلا التغذيه، فعلا فانا حطيت لها اوريدي اللي هو الكونتور الكريمي لاني طبعا حطيت الفونديشن، تمام فقلت هعمل بقى معاكي على الهوا وكده، انا بعيد تاني بالكونتور، الكونتور الباودر. تمام يعني احنا هنعرف البنات النهارده ازاي يستخدموا الكونتور ويوزعوه صح تمام والكلام ده كله. طب احنا ممكن نبدأ واحنا بنتكلم؟ تمام يلا بينا. طبعا انتي هتبرزي حاجات في الوش، وبتصغري حاجات، الكونتور بيصغر حاجات صح كده؟ تمام. كلمينا بقى عن الكونتور بشكل يعني موسع مثلا يعني. احنا بنبدأ الكونتور بيبقى من عند العظمة دي، تمام، فبنبتدي بقى ايه نطلع بيها، لو انا عايزة ابرز الخط فباخدها كده، فاهمة قصدي؟ بناخدها. تمام، عايزة انزل من تحت باخد، يعني حسب الوش، حسب فهي انا عاوزة ايه. بالظبط، تمام فهي انا هنا يعني ايه عايزة ابرزها لها شوية. تمام احنا نعمل خد ونسيب الخد التاني ونشوف الفرق صح. تمام قولي لي بقى، انت بتفضلي باستخدام الكونتور وانت شغالة، الكونتور البودر ولا الكريمي ولا بصي انا الاتنين؟ بستخدم الاثنين، وفي ناس بصراحه ما بتبقاش اللي هي محتاجه ان انا اعمل لها كونتور اللي هو الكريمي. تمام، اسيب لك الخد التاني ولا انت عايزه نعمله؟ لا اعمليه اعمليه خلاص. هو الفرق اصلا هو واضح واضح. من قبل، من قبل ما تدمجي او تعملي اي حاجة. تمام كملي بقى كلامك عن الكونتور الكريمي والباودر. البودر بيبقى يعني ممكن لو مثلا استخدامه قليل، مش كتير. الكريمي بيبقى مثلا لو طيب عندي مناسبة عروسة بحط كريمي وبرجع عيد بودر تاني. احنا كده عملنا، انتي قلتي الخد، تمام. قولي لي بقى عملتي ايه هنا؟ هنا بتصغري ولا هي اصلا مناخيرها صغيره؟ مش محتاجة فعلا. فانتي بقى بتعملي ايه؟ هنا بس ببرز ان هي تطلع سنة كده، وباجي هنا بحط نسبة اللي كونتور هي ان هي الانف المرفوعه. بالظبط، ان هي الانف تترفع شوية. اه بس لكن هي اصلا في الطبيعي هي مناخيرها مش محتاجه ان هي تحط ايه نسبه كونتور كبيره، يعني فاهمه تمام. قصدي؟ بس احنا مش باينه. طيب فين تاني بقى؟ بحط هنا عشان افصل الجزء ده عن منطقه منطقة اللي هي بتبقى نازله من تحت دي، اه فبفصلها بس كده. برافو. طيب قوليلي بقى كمان، يعني احنا كده قلنا الخد والأنف والدقن، طيب طيب عاوزين بقى مثلا قورة كبيرة.
بنبتدي نحط هنا، هي برضو ما عندهاش اللي هي القوره ان انا احط مش عندها. اللي انا احط الكونتور، بس هي لو انت مثلا جالي قوره مثلا عريضه شويه ببتدي ان انا احط من اضحكي هنا. كده اضحكي. بصي او فعلا خدودها ظهرت. اه حلو كملي. ببتدي ان انا احط كونتور بقى من هنا عشان ان انا ايه اصغر. اه بالظبط، هي بتدي بس اضاءه للعين اللي بتشوفها ان هي القوره بتاعتها صغننه، فاهمه قصدي؟ يعني هو الكونتور زي بيدي بيصغر ايحاء بالشكل ان ايحاء هي ان انتي ما فيش، لا الحته دي صغننه عندي. هو حلو برضو يعني حلو. نفعنا كتير. طيب قوليلي بقى، يعني انت هنا استخدمتي الكونتور الغامق صح؟ تمام. طيب الكونتور الفاتح بقى بنستخدمه في ايه؟ بيبقى برضو في حاجات اللي بنور بيه بقى بالظبط وكده. بنور بيه من الاجزاء اللي انا عايزه ان انا افتحها وانورها، بنبتدي ان انا احط فيها الكونتور الفاتح. تمام. احنا كده هنعمل ايه تاني؟ هحط لها بلاشر. بلاشر. طب يلا برضو نتكلم بقى عن الطريقة الصحيحة لوضع البلاشر، عشان بنلاقي من هنا ومن تحت العين ومن هنا لا هو يعني انا لما بتجي لي بنوته مثلا بقول لها اضحكي كده، شايفه البارزه اللي هي بتبقى تحت فوق الكونتور دي، تمام ببتدي ان انا امشي عليها كده تمام حلو. اضحكي يا بسنت، وبدمك بالظبط كده برافو. طريقة سهلة. جدا. انا شفت حد بيحط صباعين هنا وهنا كده وبعدين يحط، فدي طريقة صعبة، لا انت بس فدي مجرد ما سهلة بتبتسمي هو تسمي. الخد بيطلع فاوريدي انت بتحطي عليه، فاهمه تمام. قصدي؟ طيب قوليلي بقى ايه كده واحنا شغالين، انت في الوان موضة، الوان تنفع مثلا المناسبة، الوان تنفع الصبح بس، الوان تنفع للجامعة للخروج للمناسبات، هل اه طبعا. بتفرق ايه بقى؟ يعني مثلا انت لو رايحه الجامعه الصبح ما ينفعش اللوك ده يتعمل خالص، يعني ده سواريه. فعلا تمام. انت طبعا. لو نازله الجامعه بتبقى حاجات بسيطه، كريم مثلا، ترطيب بشره، بتحطي حاجات بلاشر كافيهات هادي او كمبونيهات تنت. بالظبط، تنت الحاجات الحاجات البسيطه دي. البسيطة. لكن مثلا تيجي تعملي لوك ده ممكن سواريه، سواري صح تمام، كده. فبيبقى اللوك تقيل طبعا. عروسه بيبقى حاجات اتقل شويه او بتبقى حاجات ظاهره قوي، تمام كل حاجه وليها يعني مناسبتها، فاهمه قصدي؟ تمام احنا كده هنعمل ايه تاني؟ بس هتحط لها الهايلايتر. هنحط الهايلايتر، وبرضو نتكلم عن الهايلايتر. الهايلايتر الباودر ولا الهايلايتر اللي هو بيبقى سايل الكريمي؟ برضو ده ليه حاجته، ده ليه يعني الكريمي ايه بقى؟ بحب، يعني انا لما بحط كريمي بحب احطه قبل ما بدمج، بعد ما بدمج الفونديشن، فاهمه قصدي؟ اللي هو يدي اللمعه لمعة اضاءه للوش او بس. اضاءة. لكن دوت بقى بيبقى بعد الفينش خلاص بتاع الميك اب مثلا، اللي انا ايه عايزه اظهر لها انور الحته دي، انور الحته دي، فاهمه طيب قصدي؟ قوليلي بقى وانتي بتعملي لها كده، قوليلي الهايلايتر هل ممكن يتحط الصبح الهايلايتر الباودر؟ وطبعا هو لا مش مستحب، مش هو مستحب. لا هو بيبقى اكتر للمناسبات يعني، فاهمه تمام. قصدي؟ احنا هنا بنحط، قوليلي بقى الاماكن اللي بنحط فيها الهايلايتر، الاماكن هنا الصحيحة. بنحط من فوق العظمه من هنا تمام ورينا في كده العين دي من فوق العظمة. اهي، تمام. بننور الحتة دي كده. تمام. بنيجي كده من نص بتاع مناخيرها بالطول ولا بالطول، انا من عند من العظمة هنا للآخر؟ من من عند هنا العظمة صح كده؟ من هنا من هنا من عند عظمة بالظبط. الأنف اللي في النص دي للآخر. هنا عنده شفايفها كده حاجة بسيطة. ده بيدي، يعني انت هنا لما عملتي دي حسيت ان شوية بالطول وان الأنف بالظبط مرفوع صح بتتقل. كده؟ ايوه بالظبط هنا صح. ايوه. فين تاني؟ هو هنا. بيبقى هنا وبيبقى تحت البق من هنا كده. هنا ندمج بقى فوق هنا كده شوية. فعلا اللوك هي بقى مختلف خالص. حلو قوي قوي قوي، والألوان تحفة. انتي زي القمر كده. احنا خلصنا. تمام. طيب نتفضل بقى، نتفضل. طبعا انا بشكرك جدا، انا عرفت كده طريقة الكونتور وعرفنا البنات ازاي يحطوا البلاشر، لازم يبتسموا بدل بقى الصوابع والحركات اللي احنا هو عارفينها دي كلنا دي. أسهل. طيب كلميني بقى، قوليلي انتي بتقدمي ايه للعرايس؟ بتعملي للعرايس ولا سواري بس؟ يعني كلمي البنات لا عنك وعن شغلك. بعمل سواريه، بعمل لو مثلا عيد ميلاد بنوت عايزه حابه تعمل لوك هادي بعمل زفاف. بس انا زي ما بقولك انا لسه بادئه بقالي شهرين، بس برافو عليكي، بس الحمد لله يعني لحد انتي ما. اقنعتيني بالميك اب على فكره، وده صعب ان انا اقتنع بيه فعلا يعني. انتي قمر من غير حاجه. ميرسي ليكي. فانا يعني زي ما بقول لحضرتك انا لسه بادئه بقالي شهرين، بس لحد ما الحمد لله يعني بيجي لي بنات، و يعني لحد دلوقتي انا لسه ما عنديش مكان، بس بحجز استوديو مثلا لو حد حابب
حابب يطلع يعني من مكان، فبحجز استوديو لحد ما بس ان شاء الله الدنيا بس ان كده شاء ايه. الله باذن الله يبقى بيوتي سنتر كمان مش ان شاء استوديو الله بس. باذن الله. بس طبعا انا بشكرك جدا يا ايه، انتي نورتيني النهارده، حبيبتي وفعلا البنات استفادت منك كتير، وطبعا هنستناكي في حلقات جايه كتير ونتكلم بقى عن الميك اب من اوله لاخره. تمام، بشكرك جدا ان انتي نورتيني النهارده، وبشكرك جدا يا بسنت نورتيني. مشاهدينا وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، وانتظرونا في حلقه جديده الاسبوع الجاي.